وعافية. فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الثالث من علامة 1200 متر على جائزة إبراهيم بن عبد الرحمن بن محيذيف رحمه الله في هذا الشوط وهذا التنافس والتقدم للنجم المضي لأن المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط مع محاولات من مستند في المركز الثاني في المنعطف الأول في هذه اللحظات النجم المضي المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط مستند المركز الثاني أيضا نشاهد نافع من الخارج الآن يحاول ومحاولات من عساس الآن في المركز الرابع في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذا الشوط والنجم المضي يضيء الآن في مقدمة الجياد في هذا الشوط المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط ابن إكس تشانغريت بقيادة كاميلو سبينا في مقدمة الجياد فعلا البطل يبقى بطلا دائما النجم المضي في المقدمة بكل هدوء للمركز الأول مع 200 متر المركز الأول النجم المضي بكل هدوء ما شاء الله تبارك الله المحاولات من عساس في المركز الثاني في هذه اللحظة المركز الثالث لنافع والمركز الرابع للمستند